السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، إن شاء الله اليوم غندير واحد السرديل بلاصوص مطيشة، كويرات بلاصوص مطيشة، مخالف على الطبق اللي صايبنا المرة اللي قبل من هذه. إن شاء الله تبعوا معايا المراحل وغتشوفوا. عندنا السرديل هنا طحناه مطحون بالطريقة هذه. عندنا هنايا كيلو تاع السرديل، عندنا كزبر معدنوس مطحونين مقطعين يعني، عندنا كاس تاع الزيت صغير، عندنا الابزار، عندنا التوابل اللي غنديرو في السرديل. هادو هما اللي غنديرو في السرديل، غنديرو فيهم هنا عندنا التحميرة، الفلفل الحمراء، بابريكا، وعندنا الكمون، وعندنا السكنجبير، وعندنا اليازير. هنا عندي معلقه كبيره ديال التحميره، ومعلقه كبيره ديال الكمون، ومعلقه صغيره ديال السكنجبير، ومعلقه صغيره ديال اليازير. هما اللي غنديروا في هذا السرديل هذا. هنا دابا غنديرهم كاملين، زائد غنديروا البزار، غندير هنا غير شويه، اللي بغى يدير نص معلقه اولا معلقه، داكشي على حساب كل واحد وداكشي اللي كيبغي يدير. عندنا القزبر ومعدنوس، غنديروا النص والنص الاخر غنخلوه نديروه في المرق. عندنا الثومه عندي انا هنا تنصيبها بهذه الطريقه هذه، كتبقى عندي العام او اكثر، كنديرها في الثلاجه وكنسد عليها وكنديرها في الثلاجه ونخليها كوقت ما بغيتها كنلقاها جاهزه. كناخذ الثومه كننقيها كنديرها في الفران، ملي كنكون نطيب كندخلها الفران هو سخون، ملي كنطفوه كندخلها الفران هو سخون، صافي حتى كتقساح شويه وكنخرجها، نغطيها تاني بشي زيف اخر ونخليها اولا نحطها في الشمس تتكمل باش انها كتنشف. من بعد كنشدها، ملي كتكرم شويه كنشدها كنطحنها مع الزيت والملح، كنطحنها في المولينكس، عندي المولينكس كطحنها ليا، كنطحنها في المولينكس وكندير لها الزيت، كنطحنها مع الملح، وملي كنطحنوها مع الملح والزيت كنديروها في القرعه وكنخوي فوق منها الزيت بهذا الشكل هذا، كنغطوها بالزيت فوق ما بغينا نديرو شي وصفه كنلقاوها جاهزه عندنا. ان شاء الله من بعد غادي نوريكم كيفاش كندير لها. غادي ناخذ منها معلقه، معلقه كبيره. شوف كيفاش كتجي، كتجي زوينه وكتجي ساهله وكتعطي واحد البنه زوينه في هذا في الاكل. عندنا معلقه صغيره هنايا مع السرديل، وعندنا الروز، الروز تقريبا كاس كبير تاع العنبه، غادي حتى هو نديروه مع السرديل هنا. صافي هادشي اللي عندنا هنايا دابا في هاد السرديل، غادي نخلطوه، نخلطوه مع الروز مزيان حتى تنسجم هاد العناصر كامله. كنجمعو على الطريقه هذه بحال هكا. السرديل ما نطحنوش بزاف، انا طحنته في روبو روبو، ما كيعجنها ما كيعجنوش بزاف، ما كيخليش كيطلق الماء. من الاحسن تطحنوه في الروبو الا عندكم، الا ما عندكمش طحنوه في ديك الماكينه ديال المطيشه الاولى ديالنا، اللي الاولى اللي كانت ديال المطيشه اللي كنطحنوا بها مطيشه والسرديل، هذيك كطحنوا زوين. صافي هكا. وحاجه واحده نسيتها هو الملح، الملح غادي ناخذو تقريبا، انا ما كنبغيش الملح بزاف، هو السردي تيكون مالح، غنديرو تقريبا ما غاديش نديرها كامله هذه، غندير غير منها
السمعيرقه ما درتهاش كلها لانه هو مالح وماطيش حتى هي كتكون مالحه، واخا واخا ما ديرش فيها الملح راه هي كتعطي الملوحه. هذه القضيه دائما لاحظوها في المطيشه راه كتعطي الملوحه في الاكل، الا زدتي الملح بزياده كيجي مالح، كتجي الاكله مالحه. صافي بهذه الطريقه هكا نخلوه هنايا. نجيبو الطاجين، عندنا مطيشه هنايا محكوكه، عندي تقريبا نص كيلو تاع مطيشه ماشي حكيتها، عندي نص كيلو تاع مطيشه سلقتها شويه وطحنتها في الماكينه، ولكن ما طحنتهاش بزاف حتى طحنات بزاف، راه باقين فيها شي طراف بحال هذا الشكل بحال هكا، خليتهاش انا كنطحنها بالجلده ديالها، ما كنطحنهاش كنحيدش الجلده لان الجلده كتعطي واحد البنه في الاكل وصحيه. صافي كنديروها هنا في الزيت هاجي كنزيدو القزبر معدنوس كنديرو ورقة سيدنا موسى هنا في المطيشة تنديرو نحيدوها. عندنا هنايا اليازير، عندنا نص معلقة صغيرة ديال اليازير، نص معلقة ديال سكنجبير، نص معلقة ديال تحميره بابريكا حلوه اللي بغى الحار يديرها، وعندي هنايا راس معلقه ديال الخرقوم بلدي، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الكمون لان السرديل كيبغي الكمون، غنديرهم كاملين هنا. عندي البزار، عندي واحد شويه حتى هو وصديتي هو الحرور الحقيقه، ولكن حنا ما تنقدروش ناكلو الحرور بزاف. عندي واحد شويه ديال الملح حتى نديرو ندوق، من بعد ندوق ثاني هاد شويه حتى كيطيب السرديل وندوقو مزيان، اللي ديك الساعه الا كان خاصو شي حاجه نزيدوه. عندي معلقه ديال الثومه، صافي كنخلطو هاد العناصر كاملين مع مطيشه هنا. من بعد ما خلطنا دابا التوابل مع الطماطم اي مطيشه، كناخذوا عندنا جبيبينيه صغيره كنديروا فيها شويه تاع الماء، شو فاش نغطسوا غير صباعنا باش نكوروا هاد السرديل. بسم الله بالطريقه هكا كنديرهم كبار شويه لحقاش ما عندناش فيهم الخضره، ما عندنا حتى شي حاجه، عندنا غير لاصوص مطيشه وعندنا السرديل. صافي كنحطوه هنا. نبقاو نكورو بحال هكا، هكا صافي كنستفو الطاجين. نبقاو على الطريقة هكا تنستفو الطاجين. ها هو الطاجين ديالنا اللي كورناه، السرديل درناه فوق العافية وشعلنا عليه. دابا هاد الزيت غنخويه من هنا من الفوق، مغنديروش مع لاصوص بحال هكا في اللول، غنخويه من الفوق باش يبقى داير على السرديل باش ما ينشفش. هاد الطريقه هكا، منها السرديل كيشرب شويه الزيت ومنها لاصوص كتنسجم معاه. دابا غادي نخلوه يطيب، ملي غادي يطيب غادي نرجعو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ها هو طاجين الكفته بسمك السردين بالروز، ها هو كيفاش تيجي، راه كيجي زوين ومعلك
وانا حطيت فوق منه هاد البطاطا مسلوقه وقليتها في شويه تاع الزيت، لان الدراري كيبغوا ليا البطاطا ضروري في اي وجبه كتكون البطاطا. كنتمنى انه يعجبكم، راه كيجي زوين، جربوه راه زوين وبالصحه والراحه. واللي شاف فيديو دير بارتاج ويشترك في القناه ويدير لايك او يعني البصمه، وشكرا.